احنا لازم نجلس وتخبرني ايش سويت في ذيك البلاد. خلا خلا نشوف لنا مكان كذا زين نجلس فيه. يلا بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لله وانا اليه راجعون. يا جماعة الخير ايش في ناصر؟ ناصر حصلوه ميت. ميت؟ انا لله وانا اليه راجعون. ناصر مات مذبوح والله كذي يعني؟ مبين انه مسموم. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا لازم أثبت أكثر. أنا كذي خلصت كل الأدلة اللي علي. فسالفة موت أحمد وناصر ما أتوقع إنه في أي دليل علي. يعني خلاص ما في داعي لهذا الخوف كله. بس الخوف الوحيد منك يا أبو مشعل. طيب في حل ثاني بس يبي له شوية تفكير. تزوج هالمرة هذه الجديدة وتارس ايديها لها عشان ما حد ياخذ منك الورث. لكن اقول لك حامض على بوزج حبيبتي، حامض على بوزج. انا سعاد اوريك. صبري ان ما راويتك. يعني ناصر والقاتل. ناصر هو الوحيد اللي كان بذيك الليلة. إلا بسألكم، ما عرفتوا منو اللي ضربه بالحصى على رأسه؟ أنت شعرفك إن أحمد انضرب بالعصا وعلى رأسه بعد. أمام القانون صرت أنا المتهم الوحيد، لأني طلبت من ناصر يراقب أحمد بذيك الليلة. بس ساعات ما في أي دليل ضده. بس يا تحلدي